اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف اللهم مرضانا، واشف اللهم مرضانا، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك يا إلهنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، من غير ضراء